يعني رئيسة جمعية السعادة الاتنين المستدامة. اليوم كنحضروا حفلة تنصيب رجال السلطة في إطار تعيينات الاعتيادية لرجال السلطة، وهذه الحركة الانتقالية كتجي في إطار أن تجديد الدماء وجريان تاع العمل في المجال تاع السلطة. وكنتمنوا أن إن شاء الله رجال السلطة الجايين أنهم يجوا بآفاق ويجوا بواحد يجوا بعمل جاد ويجوا بتواصل كما عهدناه في رجال السلطة اللي فاتوا. ورجال السلطة اللي مشاو يعني صراحة للسيد الباشا للسيد قائد المقاطعة التاسعة ديالنا اللي ترقى الباشا في مدينة فيكيك، وكذلك بزاف ديال رجال السلطة اللي اشتغلنا معاهم لمدة سنين، نتمنى لهم التوفيق في المهام الجديدة. ورجال السلطة يعني دائما كنعهدوا فيهم أنهم رجال حكمة وتعامل وتواصل دائم معنا احنا كجمعية المجتمع المدني، ولأن احنا شريك دائما معهم لا في التنمية ولا في العمل الاجتماعي أو العمل التحسيسي ولا في أي حاجة. ما نقدر نقول أنني كان كمجتمع مدني إلا أننا نتمنى لهم التوفيق في المهام الجديدة، وإحنا دائما إن شاء الله غادي نكونوا معهم في إطار التعاون الدائم، رحنا غادي نكونوا معهم دائما. وشكرا وشكرا. شوف تيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني لجهة الشرق. في إطار هذه العملية الانتقالية اللي قامت بها وزارة الداخلية يعني بالانتقالات والحركة الانتقالية ديال هاد الرؤساء ديال جميع رجال السلطة، نشكروا يعني بحرارة رجال السلطة اللي خدموا معنا في هذه المنطقة كل واحد باسمه وصفته، وخاصة السيد الباشا المحترم اللي يعني دار قام بواحد الدور كبير وكبير بزاف طيلة هذه المدة اللي خدمها هنا في المنطقة الشرقية. ولا يفوتني أن أشكر جميع رجال السلطة من القياد ومقدمين ويعني كل رجال السلطة، ونتمنى حد سعيد لهذا رجال السلطة الجدد. نتمنى أنهم يعني يكون واحد تواصل كبير مع المجتمع المدني، لأن الكل يعرف الدور الكبير ديال المجتمع المدني وإشراك المجتمع المدني في جميع يعني القرارات وجميع المسائل اللي تتعلق بهذه المدينة هذه. نتمنى أن الكل يشارك في هذا العمل ديال هذه المدينه هذه، لان الكل كيعرف المدينه باللي اصبحت مدينه يعني راكم عارفين الازمه اللي كاينه في المنطقه الشرقيه، ازمه اقتصاديه وهذا الشيء. نتمنى اننا يكون واحد التعاون بيناتنا جميعا، والله الموفق.